اتعودت قبل ما اربي نوع معين من طيور الزينه ان انا ادرس كويس الطير دوت، اعرف ايه عيوبه وايه مميزاته، خصوصا ان المبتدئ في تربيه طيور الزينه ممكن يقع في نوع طيور غير مناسب لاحتياجاته. يعني مثلا هيربي جوه الشقه ويتفاجئ ان الطير اللي جابه ده صوته عالي جدا وما ينفعش في مكان مغلق. وده طبعا زي الروز والفيشر. في الحلقه ديت بقى او في الفيديو دوت هقول لك ايه هي مميزات وعيوب الكوكتيل الحبشي او الرمان. خلينا في الاول نبتدي بعيوب الكوكتيل الرمادي او بتربيه الكوكتيل الرمادي. اول عيب ممكن تواجهه هو ان الوانه مش زاهيه، وده بيخلي الطلب عليه مش متزايد او مفيش طلب كبير زي بقيه الطفرات زي اللاتيني والالبينو مثلا. فلو انت جايب الطير بهدف الانتاج ممكن تجد صعوبه في بيع الفروخ بتاعته او الانتاج بتاعه، ولو بعته طبعا سعره مش هيكون عالي زي بقيه الطفرات، فده عيب ممكن تتغاضى عنه لو انت جايب الطيور بهدف الاستمتاع بتربيته. لكن لو انت جايبه بهدف الانتاج في طفرات تانية لو عندك خبرة هتبتدي تجيبها سعرها بيكون اعلى زي اللاتيني او الالبينو. فدي كانت بعض عيوب الكوكتيل الرمادي. تعال نشوف شوية مميزات. مميزات الكوكتيل الرمادي هو كان عيب ودلوقتي هيبقى ميزة، هو ان سعره قليل. ده عيب لو انت هتبتدي تبيع الانتاج بتاعه، لكن بيكون ميزة وانت بتشتري، لان الكوكتيل الرمادي او الحبشي بيكون سعره قليل. خلي بالك ان الطفره ديت هي اساس طائر الكوكتيل، يعني هي اللون الاصلي للكوكتيل اللي انحدر بعد كده منها بقيه الطفرات، فدايما هتلاقي تخصيبه قوي جدا يقدر يخصب جميع البيض. هتلاقي الانثى الرمادي حنينه جدا في الرؤاد على البيض في تاكيل الفروخ، الذكر بيساعدها، بيقدروا ياكلوا الفروخ لحد ما الفروخ تكبر وبتكون قادره ان هي تعتمد على نفسها، فهو من الاخر انتاجه بيكون ناجح جدا. بنسبه كبيره هتلاقي الانتاج عندك كله غامق او حبشي، فدي مش عارف ميزه ولا عيب، انت اللي هتقولي في التعليقات.